نواصل الحديث عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تعتزم فيها الولايات المتحدة توسيع نظام العقوبات ضد روسيا مع تشديد الرقابة على التزام الدول الأخرى بهذا النظام، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ليست جاهزة لأي تنازلات عن الأراضي لصالح روسيا، بل وأشار إلى أن كييف تكرر الموقف هذه المرة بشكل مستمر متعهدا، والحديث على لسان الرئيس الأوكراني بثبات الموقف، حيث قال الرئيس اتصالا فلاديمير بوتين إن روسيا لا ترفض محادثات السلام بشأن أوكرانيا، ولكن كلما تأخر بدء هذه المحادثات زادت صعوبة التفاوض. تأتي تصريحات بوتين قبل يوم من تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتهم فيها الغرب بعرقلة هذه المفاوضات. تحت هذه العناوين، هذه التفاصيل، سينضم إلينا الآن مباشرة من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز للتعليق على هذه التفاصيل من العاصمة الروسية موسكو. حسين، لماذا طفى الحديث عن المفاوضات الآن؟ نعم تامر، مساء الخير وكل عام وأنت بخير. بالفعل هذه المعلومات كان يحذر منها الجانب الروسي منذ بداية الأزمة، ومنذ أيضا الزيارات المتتالية للزعماء الغربيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث الجانب الروسي كان يحذر دائما من أن الزعماء الغربيين عوضا عن الضغط على النظام الأوكراني من أجل التفاوض والجلوس على الطاولة، إلا أنهم يمارسون الضغط عليه من أجل عدم التفاوض مع موسكو وعدم الموافقة على الأهداف والشروط الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس تحدث حول المفاوضات وقال إن موسكو مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف، لكن في حال تم إطالة حدوث جلسات المفاوضات هذا الأمر لن يكون بخدمة أوكرانيا، وعلى العكس روسيا ستزيد من شروطها ومن أهدافها، وهذا الأمر لن يساعد في حل الأزمة بالوقت السريع. كما تعلم تامر وكما كنت أشير إلى هذه النقطة منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية، الجانب الروسي في الأيام الأولى للعملية العسكرية كان يعطي بعض المرونة أو بعض التعويل على المفاوضات، لكن الآن ومع تحرير إقليم لوغانسك بشكل كامل ومع التقدم الروسي على الأرض تحديدا في منطقة دونباس، الجانب الروسي الآن لم يتكلم عن المفاوضات. بالصحيح موسكو تعلن عبر الإعلام عن استعدادها لاستعادة أو استئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لكنها تعلم بشكل يقين أن الجانب الأوكراني لا يمكنه التفاوض وأن المفاوضات لن تأتي بالنتيجة المرجوة، إنما القوات العسكرية الروسية والعملية العسكرية الخاصة هي التي ستحقق النتائج. ومن هنا اسمح لي حسين الروسية. نعم اسمح لي حسين، ومن هنا أن نتوجه إلى المساحة العسكرية. أبرز التقييمات، كيف هو وضع القوات الروسية طبقا للبيان الرسمي في معارك الشرق على وجه التحديد، وما يقال عن تقدم أوكراني في ساحة الجنوب؟ نعم تامر، كما ذكرت بالفعل تقدم روسي في منطقة الشرق الأوكراني، القوات الروسية استهدفت عدد كبير من المراكز الأوكرانية في مختلف المدن الأوكرانية وتحديدا في نيكولايف وأديسا وخاركيف، إضافة إلى التقدم الروسي في مدن سيفيرسك وكراماتورسك وسلافيانسك وباخموت. هذه المدن القوات الروسية تعمل على تحريرها بعد تحرير إقليم لوغانسك، حيث تعتبر هذه المدن كمفتاح لتحرير إقليم دانيسك بشكل كامل من القوميين الأوكرانيين كما تتحدث موسكو. المعلومات اليوم التي أعلنت عنها الدفاع الروسية في بيانها الصباحي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء إيغور كونشينكوف، أعلنت الدفاع عن مقتل 290 مقاتل أوكراني في ضربة صاروخية استهدفت مراكز وجودهم في نيكولايف، و150 مقاتل في
كراماتورسك. أيضا كوناشينكوف أكد على استهداف منظومتي هاربون صاروخيتين بريطانيتين كانت لندن قد سلمتهما إلى كييف في وقت سابق لمواجهة القوات الروسية. أيضا معلومات صحفية تحدثت عن استيلاء أو استولاء القوات الروسية على عدد كبير من الأسلحة الأمريكية والأوروبية التي تم تقديمها إلى النظام الأوكراني في وقت سابق. هذه الأسلحة كانت موجودة في إقليم لوغانسك. هنا للإشارة فقط تامر حسب الخبراء إلى أن الأسلحة الغربية ومع مواصلة الغرب إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة على مختلف أنواعها إلا أن هذا الشيء لن يساعد القوات الأوكرانية على استعادة الأراضي من السيطرة الروسية. هل نوه من يحلل، وأنت استندت في ختام حديثك العسكري على المصادر الصحفية، هل هناك من أشار بأن تنوع الأسلحة مصادر الأسلحة قد يربك العمد العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة روسيا التي تعمل طبقا لعقيدة عسكرية واحدة، عقيدة سلاح بالطبع؟ نعم تامر، بالنسبة لمواصلة الغرب إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة هذا الشيء لن يؤدي إلى توقف العملية العسكرية، بل من الممكن أن يؤدي إلى تباطؤ بعض الشيء العملية العسكرية، هذا في الشق الروسي. أما في الشق الأوكراني المحللين هنا في الداخل الروسي يقولون على أن القوات الأوكرانية لا تعلم كيف تستخدم هذه الأسلحة التي تم إمدادها بها من الغرب ومن الولايات المتحدة، وبالرغم من أن الولايات المتحدة وبريطانيا دربوا عدد كبير من المقاتلين الأوكران على أراضيهم خلال الفترة السابقة، ومعلومات كشفتها وزارة الدفاع الروسية عن تدريب عدد كبير من المقاتلين الأوكران الذين وضعوهم داخل منطقة دونباس. هؤلاء المقاتلين تدربوا على الأراضي الأمريكية والأراضي البريطانية. أما بالنسبة لروسيا هذا الشيء لن يؤدي إلى توقف العملية العسكرية، بل من الممكن أن يؤدي إلى تباطؤ العملية العسكرية بعض الشيء، كون أن حسب التصريحات الروسية الجانب الأوكراني يضع هذه الأسلحة إلى جانب المباني السكنية. القوات الروسية تعمل على استبعاد المنشآت المدنية عن الاستهداف، هي فقط تستهدف المنشآت العسكرية الأوكرانية. هذا الشيء الذي يستخدمه النظام الأوكراني أو هذه التكتيكات التي تستخدمها القوات الأوكرانية من شأنها تأخير العملية في التقدم، لكن العملية ستستمر وستحقق كافة أهدافها. والرئيس بوتين يوم أمس أشار إلى أن لا زالت القوات الروسية لغاية الآن لم تقوم بأي عمل جدي، أو العمل الذي تقوم به القوات الروسية ليس جدي. هذه رسالة اعتبرها الخبراء على أن العملية العسكرية طويلة الأمد، لا أحد يتوقع متى ستنتهي كون أن الأهداف الروسية أصبحت متزايدة يوما بعد يوم. نعم كنت أتمنى أن أتقدم معك بمزيد من الأسئلة، ولكن بلغت بالأمر أن ننتهي من هذا الحوار لضيق الوقت. شكرا لك من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، شكرا لك وكل عام وأنت بخير.